أقيمت تحت رعاية الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، وبحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني، الفعاليات الختامية لليوم الرياضي الثامن على الاستاد الرياضي لمعسكر الحرس الوطني. ولدى وصول الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني إلى موقع الحفل، يرافقه معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني، كان في الاستقبال كبار ضباط الحرس الوطني من قادة الوحدات ورؤساء الشعب. تضمن اليوم الرياضي المباراة الختامية على كأس سمو رئيس الحرس الوطني لكرة القدم، بعد أن تأهل للمباراة النهائية فريقا واحدا العمليات الخاصة ووحدة الإسناد الإداري، حيث انتهت المباراة بفوز فريق وحدة العمليات الخاصة بنتيجة 2-0 لتتويجه بكأس البطولة. كما تضمن اليوم الرياضي الثامن سباقات الماراثون العسكري لوحدات الحرس الوطني لمسافة 42 كيلومتر، والذي بدأ في الساعة 7 صباحا من معسكر الحرس الوطني مرورا بدوار العوالي ثم منطقة حفيرة وشارع الملك حمد وشارع العمر، وانتهى أمام المنصة الرئيسية لاستاد البحر الحرس الوطني الرياضي، ليكون فريق وحدة العمليات الخاصة أول الفرق التي تقطع مسافة الماراثون وتتوج بكأس البطولة. وفي الختام تفضل سمو رئيس الحرس الوطني بتسليم كؤوس البطولة والميداليات للمركزين الأول والثاني، منوها سموه بالحفاظ على تنظيم مثل هذه البطولات والسباقات الرياضية لمنسوبي الحرس الوطني، لما لها من أهداف تعزز من خلالها ثقافة الصحة العامة والسعي إلى جعل الرياضة جزءا من حياة الفرد اليومية، والتي تسهم في تفعيل العمل الجماعي بين منسوبي الحرس الوطني. وأعرب الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني عن تهانيه لمنسوبي الحرس الوطني بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس الحرس الوطني، وعن تقديره واعتزازه البالغ بجهود جميع منتسبي الحرس الوطني وقيامهم بواجبهم السامي لخدمة مليكنا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وخدمة وطننا الغالي ومواطنينا الكرام.